والآن نتحول إلى الطقس والأحوال الجوية. مع الأحوال الجوية نعود من جديد إليك مصطفى. شكرا من جديد إيمان وشكرا صحة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطة الثالثة والأخيرة نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة. فيها درجة الحرارة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، الجو فيها مائل للبرودة. في الإسكندرية 16-10 أيضا الجو فيها مائل للبرودة. في مطروح 15-8 الجو فيها بارد. في بورسعيد 17-9 مائل للبرودة. في الإسماعيلية 18-9 الجو فيها مائل للبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 17 درجة والصغرى 9 درجات، الجو فيها مائل للبرودة. في العريش 17-9 مائل أيضا للبرودة. في طابة 17-10 الجو فيها مائل للبرودة. في شرم الشيخ 23-13 معتدل. وفي الغردقة 21-10 الجو فيها معتدل. في محافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى هناك 23 درجة والصغرى 8 درجات، الجو فيها معتدل. في أسوان 24-10 الجو معتدل. في الوادي الجديد 22-6 الجو فيها أيضا معتدل. في شلاتين 24-13 درجة والجو فيها معتدل. وأخيرا في حلايب 22-14 الجو فيها معتدل. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.